علاش تم اختيار الأستاذ بسام فتوح وعلاش اختاريته أنني نستضفه في المغرب؟ أولا لأنه من إحدى الأسامي الكبيرة في العالم العربي في المكياج. ثاني حاجة المرأة المغربية كنشوفوا عندنا في المراكز بأنها دائما مني كتجي تبغي توضع المكياج في أي مناسبة عندها، سواء عرس أو لا يعني غير حضور، تجي تقول لك بغيت اللوك ديال هيفا، بغيت اللوك ديال نجوى كرم، بغيت اللوك ديال إليسا. دونك مني بحثت عرفت بأن المرأة المغربية قريبة بزاف من المرأة اللبنانية وتعجبها الطلة ديال المرأة اللبنانية، وما كاينش محسن من بسام هو اللي يجي يقتسم معنا الخبرة ديالو أسرار مهنته مع الناس. تاني حاجة بسام عنده قام ديالو اللي هي بسام فتوح كوسمتيك، تصنعات بحكم خبرة طويلة ديالو، تصنعات على قبل المرأة العربية اللي كان راعي فيها عدة شروط وعدة معايير، بأن الدول العربية فيها حرارة، الطقس كيكون شوية جاف أو فيه رطوبة، دونك حتى المكياج ديالو يعني كيدوم مدة طويلة وغيمكن له ما يأثرش على البشرة ديال المرأة العربية. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا ابوني في لاشين يوتيوب.